علاش اخترت تغني مع وليد تونسي؟ اول حاجه تخدموا تحيه لوليد تونسي، تحيه لي كان ضيفنا في ملك ناس معايا وليد هو اختارني باش نعمل ديو معاه، وانا رحبت ياسر بالفكره خاطر وليد نحب ولا نكره مش كبر له في عمره راهو، اما في وقت من الاوقات انا كنت نمشي للسهريات في العروسات وكل شيء نفرج في وليدي يغني في مره الغربه غلطه عمري دلول تحياتي، لقى روحي انا وياه اليوم نفس الانتاج اللي اخوه امين التونسي هو اللي جابنا الفكره وهو اللي حط المشروع فوق الطاوله، وجيت غنيه بعد تعب خدت ثمانية ولا ست اغنيات خدنا مش اخترنا الاغنيه هذيا، واغنيه ياسر مزيانه ياسر حلوه ياسر فيها طاقه ايجابيه خاطر مش غنيها انت وليد عاد خاطر ترجمنا ترجمنا حياه الكوبل اللي يحبوا بعض باهي بالحق كياب تعبت الاغنيه اسمعوها وشوفوها خاطر انا ديجا كل يوم نحط فيها وقتاش تعبت الاغنيه وليد يقول لي شافتها الجماعه جايك انا عشنا ملعب دونك 10 ايام زيد جوغ